في هذا اليوم قام زملاؤنا الملتحقون بهيئتنا والملتحقون بلائحة التمرين بها بأداء القسم القانوني المنصوص عليها بالمادة 12 من قانون ضمن المهنات المحاماة أمام أنظار الهيئة القضائية التي رأسها السيد الرئيس أول محكمة الإسلام في أكادير بحضور السيد الوكيل العام بها. نحن ارتأينا أن نوضح خلال هذا المحفل بأنه نرحب بزملائنا الملتحقين وبأنه مهنة المحاماة لا زالت بخير وستظل بخير. لسنا هنا لنقول بأنه ضد أي التحاق، على العكس هي ترحب بكل الملتحقين، ولكن يتعين أن نضع حدا لهذا الاستثناء الذي تسير عليه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تدبير مرحلة أساسية هي المرحلة الانتقالية بين مرحلة الطالب ومرحلة المحامي، أقصد بذلك مرحلة التمرين. لماذا؟ لأنه لم تعد تلك الأساليب التقليدية التي تمر بها فترة التمرين من خلال انتساب لمكاتب، من خلال ممارسة داخل المحاكم، هي التي تكفل أن تصنع لنا محامي الغد. يتعين على الدولة أن تنزل التزامها القانوني الوارد بقانون سبتمبر 1993 والذي تملصت من تنزيله على أرض الواقع طيلة 30 سنة، يتعين أن تنزله على أرض الواقع حتى تعبر بالصدق على أنها بالفعل لديها غيرة على العدالة، على المحاكمة العادلة، على دولة الحق والقانون، على دولة التدبير القضائي في هذا البلد. أن نكون لازلنا في مرحلة الاستثناء، مرحلة الاستثناء في تدبير مسألة التكوين مسألة لم تعد مقبولة، ولا يمكن أن نفتح الأبواب للمحامون دون أن نضمن لهم التكوين. التكوين أساسي، وهذا هو سبب خلافنا مع السلطة الحكومية وأكدنا عليه بهذه المناسبة، وأتمنى لزملائي الملتحقين كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.